كشفت تقارير صحفية أن نادي الهلال قدم عرضا ضخما من أجل التعاقد مع الكولومبي راداميل فالكاو مهاجم نادي غالاتا سراي التركي خلال الفترة الأخيرة. وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن إدارة الهلال قدمت عرضا لفالكاو يقدر ب 12 مليون يورو سنويا، وهو ضعف ما يتقاضاه اللاعب مع نادي غالاتا سراي. وكان فالكاو قد انتقل إلى غالاتا سراي في انتقالات الصيف الماضي، ويعاني اللاعب من إصابة عضلية في الوقت الحالي، وينتظر أن يعود إلى الفريق مع نهاية فبراير الجاري. وكانت تقارير تركية قد أشارت إلى مفاوضات الهلال مع فالكاو من أجل قيادة الهجوم في حالة رحيل النجم الفرنسي بافيتين بغوميز، وذلك في ظل مشكلات بين غوميز والإدارة على تجديد التعاقد. ونفى مصدر بالهلال تلك الأنباء خلال تصريحات صحفية، مؤكدا أنها تظل محاولات من الصحافة التركية من أجل تسويق لاعبيها وخاصة إلى السعودية، مثل ما حدث في صفقة السنغالي ندياي. جدير بالذكر أن الإعلام السعودي كان قد أكد أن غوميز اشترط على الهلال أن يكون صاحب أعلى راتب داخل الفريق، وأن يحصل على مكافآت مالية عن كل هدف يسجله سواء محليا أو قاريا، وهو الأمر الذي اعتبرته إدارة الهلال شرطا صعبا من أجل التجديد للاعب الذي قاد الزعيم للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا 2019. شنت جماهير النصر هجوما لاذعا على الفريق بعد سقوطهم في فخ التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 أمام نادي الفتح، وذلك خلال اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب الأمير فيصل بن فهد ضمن منافسات الجولة 17 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. تعادل النصر أمام الفتح ساهم في اتساع النقاط بين العالمي والهلال إلى 3 نقاط بعد وصول رصيد الأول إلى 35 نقطة مقابل 38 للأخير، مما أثار غضب الجماهير التي وضعت آمالها على نجوم الفريق لمواصلة الضغط على الجار من أجل استعادة قمة جدول الترتيب. ولم يهنأ النصر بتقدمه على الفتح الذي جاء من علامة الجزاء عبر هدافه التاريخي عبد الرزاق حمد الله في الدقيقة 62، وبعد مرور 8 دقائق فقط أدرك النموذجي التعادل عبر علي الحسن ليرفع الضيوف رصيدهم عند النقطة 11 في المركز 15. وظهرت الجماهير في فيديو وهي تهتف لحمد الله بلقبية البكاية قبل أن ينفي الإعلام النصراوي صحة الفيديو وهذه الأنباء. وقام الإعلام النصراوي بنشر الفيديو الأصلي الذي كانت تظهر فيه جماهير النصر وهي تطلق صافرات الاستهجان على اللاعبين، معربة عن استيائها من سوء أداء العالمي ونزيف النقاط الذي أبعده عن الهلال المتصدر بفارق 3 نقاط. في المقابل قام عبد الرزاق حمد الله بالتوجه إلى الجماهير ومطالبتهم بمؤازرة اللاعبين من أجل تشجيعهم ورفع معنوياتهم لتحسين النتائج. ورغم مواصلة المغربي عبد الرزاق حمد الله مزاحمة الفرنسي بافيتين بغوميز على صدارة جدول ترتيب الهدافين، إلا أنه حمل رقما سلبيا بعد تعادل النصر والفتح. وقام حمد الله بإهدار فرص سهلة أكثر من أي لاعب آخر هذا الموسم في دوري المحترفين السعودي ب13 فرصة مهدرة، وذلك وفقا لموقع أبوتا المتخصص في الأرقام والإحصائيات. تعرض المدافع الدولي علي البليهي لاعب نادي الهلال لانتقادات لاذعة من جانب الجماهير على خلفية الأداء الذي ظهر به في مباراة فريقه مساء أمس أمام الرائد. ونجح الهلال في تحقيق فوز هام ضد الرائد ب3 أهداف مقابل هدف خلال اللقاء الذي جمع الطرفين بالجولة 17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وكتب الإعلامي حمود القحطاني عبر صفحته الشخصية بموقع التدوينات القصيرة تويتر مهاجما لاعب الهلال: أريد أن أدافع عن البليهي، لكن حتى عامل الاستراحة يقول ماذا به كل مباراة يسبب ضربة جزاء. وعلقت الجماهير على تصريح القحطاني حيث أكدت أن البليهي مدافع لا يليق بحجم الهلال وتنقصه الثقة بالنفس، وتابعت أن البليهي يتخيل نفسه فان دايك مدافع نادي ليفربول ويجب عليه اللعب بشخصيته الطبيعية. وانتقدت الجماهير تجديد نادي الهلال مع البليهي لثلاث سنوات واعتبرته بالكارثة. جدير بالذكر أن الهلال أعلن تجديد عقد البليهي البالغ من العمر 30 سنة لمدة 3 سنوات قادمة حتى نهاية الموسم الرياضي 2022-2023 مقابل 18 مليون ريال سعودي. وكان قد كتب البليهي عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة تويتر: اللهم لك الحمد، تم الاتفاق على تجديد عقدي لثلاث مواسم مع الكيان العظيم الهلال. وتقدم قلب دفاع الهلال بالشكر إلى رئيس النادي فهد بن نافل وأعضاء مجلس إدارته بعد تجديد عقده وضمان بقائه في الفريق. كشف اللاعب سلمان المؤشر لاعب نادي الأهلي السعودي سبب حزنه من إدارة ناديه، وذلك بعد نهاية مباراة الاتفاق التي أقيمت أمس الخميس في الجولة 17 ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وتحدث المؤشر بعد مباراة الأهلي والاتفاق قائلا: نجحنا في العودة للمباراة وتحقيق الفوز، ونحن بالفعل نضع أمام منا هدفا وهو المنافسة على لقب الدوري. وتابع سلمان المؤشر: أنا زعلان من الأهلي لأنني لم أستلم مستحقاتي منذ 3 سنوات، وبالطبع لم أعلم سبب عدم تقدم نادي الأهلي السعودي بعرض لي من أجل تجديد العقد. يذكر أن تقارير صحفية قالت بأن نادي النصر السعودي أبدى اهتمامه بالتعاقد مع اللاعب سلمان المؤشر في حال قرر مغادرة الأهلي. وتمكن النادي الأهلي من قلب الطاولة على فريق الاتفاق بثلاثية مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة 17 ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. شاركنا رأيك في التعليقات، ولا تنسى دعمنا بلايك والاشتراك في القناة ليصلك كل خبر جديد.